Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, brother Ismail? May Allah give you easy and accept for you, inshallah. This is your plan, inshallah, during March month, from 1 March to 27 March, inshallah. During this plan, brother, we'll finish all Surah Al-Bayyinah Quran memorization, inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا Brother Ismail. May Allah give you ease, inshallah. This is your plan, inshallah. Have a nice time, brother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.